إجرائي. أعطيني الدليل، خطوات كيف أمشي عليها. زائدا مؤشرات أداء، أعطيني مؤشر أداء. زائدا أنت الآن لما تيجي تبغى تسأل عندي أعطيني من خطة، خطة إجرائية. قل لي إيش الخطة الإجرائية. إذا أعطيته الأربعة دي فأنا كأني الآن منحته الصلاحية. إيش الصلاحية اللي صارت عنده؟ طارق الآن المفروض سينفذ، يكون مسؤول حسب هذه المواصفات، أليس كذلك؟ الآن طارق إيش دوره يسوي؟ طارق دوره ينفذ هذا العمل، هل صحيح؟ فطارق ماذا سيفعل؟ هنا عنده الآن تأتي مرحلة عن طارق، عنده مرحلة يسمى مرحلة تنفيذ، تنفيذ المهمة. زائدا التطابق، تذكر التطابق اللي هو الجودة. إيش التطابق؟ إنه هو يتطابق بناء على المعايير اللي حطتها له هنا. فطارق الآن نفذ بناء هذه المعايير. إذا هذا الضلع وهذا الضلع تطابقوا بقول عندنا ماذا؟ جودة. على هذا الأساس نروح ننتقل الآن للمربع هذا الاسم مربع المسالب. إيش بقول؟ بعد ما نفذ طارق، نفذ اشتغل المؤشر عندنا، جيت أنا طارق قلت له تعال يا أخي نبغى نسوي أنا عملية مراجعة الآن. إيش تحتاج من طارق؟ أنا أحتاج من طارق الآن تقرير اسمه تقرير أداء. تقرير أداء، قل لي إيش اللي اشتغلته يا طارق؟ فطارق قال لي والله أنا اشتغلت 1 2 3 4 حسب الدليل. نعم حسب الدليل يا أخي. طيب عندنا هنا الآن ما هي الآن حل المشكلات؟ إيش المشكلات اللي واجهتك يا طارق نبغى نحلها؟ ثم بعد ذلك عندنا عملية اسمها زائدة عملية التحسين. إيش التحسين اللي نبغاه؟ طبعاً عشان نتفق على هذه المثلث لازم أنا وطارق نتفق على الشيء الثاني. متى راح نقيس؟ يعرف طارق متى مطلوب منه يقدم التقرير؟ هذا ما نسميه إيش نسميه؟ نسميها دورية القياس. نسميها الدورية. يعني تبغى نقيسها يا أخي بعد 3 شهور، تبغى نقيس بعد 2 شهور. تبغى نقيس بعد، بعض الاخوه فاهم الموضوع لازم اقيس 4 مرات، لا مو شرط، ممكن اقيس 10 مرات، بس اهم شيء نتفق انا وطارق على حسب طبيعه